أتى من عالم آخر، من دولة ليس لها أي وجود. إنها قصة مسافر أقرب ما يكون الحقيقة منها إلى الخيال. أتى واختفى كأنه لم يكن يوما من الأساس، من بلدة لا توجد أصلا على سطح الأرض. ترى ما الحكاية؟ حسنا، سأحكي لكم حكايته. أنا هايدي يسري وهذا ملخص القصة. في عام 1952 للميلاد تحديدا في شهر يوليو، كان يوما عاديا في مطار هندا بمدينة طوكيو اليابانية. كان يوما شهد أكبر لغز في التاريخ، حين وصل رجل ذو لحية طويل القامة في الثلاثين من عمره، يبدو حسن المظهر ويرتدي ملابس رسمية. تقدم الرجل بكل هدوء نحو موظف الجمارك لفحص أوراقه، فنظر الموظف إلى جواز سفره وإلى اسم البلد، وشعر الموظف هنا بالذهول كي يجد الدولة تدعى تاورد. نعم، تماما كما سمعتم، هي دولة لم يسمع بها من قبل. وهنا سأل باقي الموظفين في المطار، لم يسمع بها أحد، ولا توجد على الخريطة أصلا، ولا يعرف أحد عنها شيئا. فجواز السفر أصلي ومختوم من هذه الدولة الغريبة تاورد، كل البيانات صحيحة، لكن أين هذه الدولة؟ هذه الدولة الغريبة التي لم يسمع بها أحد من قبل. هنا قرروا استجواب الرجل الذي ظن أنها مجرد مزحة، وشعر بالإهانة قليلا، وأظهر ما يثبت من أوراق أنه قام بالفعل بزيارة اليابان 3 مرات مختلفة، جميعها أتت من هذا البلد المزعوم. بدأ يريهم دولته على الخريطة وأنها بالفعل تقع بين فرنسا وإسبانيا. أكد لهم الرجل أن عمر بلاده يتجاوز 1000 عام، وأنها ليست دولة حديثة النشأة. وجد الموظفون الدولة على الخريطة التي تقع بين فرنسا وإسبانيا، لكنها تدعى إندورا. وهنا أنكر الرجل وقال إنها تاورد وليست إندورا. بعد ساعات وساعات من الاستجواب من قبل الموظفين، سألوه ببساطة عن سبب قدومه إلى اليابان، فقال إنه قادم في رحلة عمل ممثلا لشركة محلية في بلاده، وأن لديه اجتماع يجب أن يحضره. تواصل موظف المطار مع الشركة اليابانية بالفعل، وهنا كانت المفاجأة. أجابوا أنهم لم يسمعوا أبدا بهذه الشركة، ولا بهذا الرجل، ولا بهذه الدولة التي أتى منها، وليس لديهم موعد معه. وبعد ساعات وساعات من الاستجواب، قرروا أن يحتجزوا الرجل في غرفة فندق قريب من المطار تحت حراسة أمنية مشددة حتى لا يحاول الهرب، كي يستطيعوا رؤية ما سيحدث. في صباح اليوم التالي فتح الضباط الغرفة كي يدخلوها، ويجد الرجل قد اختفى. اختفى بصحبة أغراضه دون أي أثر لأي محاولة خروج أو حتى هروب من الغرفة. لكن هل تظن أن هذا فقط أغرب ما قد حدث؟ حسناً، إليك الأغرب. جواز سفر الرجل وأوراقه التي تحفظ عليها رجال الأمن في المطار ليس لها أي وجود، واختفت تماماً هي الأخرى، وكأنه لم تطأ قدمه مطار هند من الأساس يوماً من الأيام. اختفى كل شيء يخصه، فأن يأتي رجل من دولة ليس لها وجود من الأساس ويتبخر تماماً في اليوم التالي؟ هذا أغرب ما يمكن أن يحدث أصلاً. ولتفسير ما حدث، البعض يقول أنه ربما أتى من عالم موازي في كون آخر عن طريق الخطأ، تتواجد فيه تاورد بدلاً من إندورا. والبعض يرى أنه رجل مسافر عبر الزمن. وأنت ما رأيك؟ أي الرأيين تتفق معه؟ شاركنا برأيك. يقال أنت مصمم مصيرك، أنت المؤلف، أنت كاتب القصة، القلم بين أصابعهم، والمحصلة ما تختاره أنت. أتتفقون؟